مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الموسم الرابع لبرنامجكم الاجتماعي قصة الناس اللي كتشاهدوه على قناة ميديا ان تي في. كنرحب اليوم ايضا بالحضور اللي معايا داخل البلاطو. كنرحب بالاستاذ فيصل الطهاري الاخصائي النفسي اللي غادي يرافقني في هذه الحلقة، وكنرحب فاطمة وزينب وامينة السيدات اللي جاوا اليوم حاضرين معنا باش يشاركونا القصة ديالهم والتجربة ديالهم، وهما اللي اكتشفوا من بعد الزواج باللي شريك حياتهم عنده مرض نفسي. كيفاش تعاملوا معاه؟ واش شكاو؟ واش صبروا؟ واش تخلاو؟ هذا الشيء اللي غنعرفوه اليوم في برنامجكم قصة الناس. من بعد الزواج اكتشفت باللي شريك حياتي مريض نفسي، موضوعنا اليوم في قصة الناس. بداية كنرحب بك فاطمة وزينب أمينة، تنشكركم على الحضور ديالكم اليوم باش تتنهتي بديتي بتنهيتها باش تعاودوا لي المشكلة ديالكم لما اكتشفتوا أن رجالكم عندهم مرض نفسي. قبل ما نبدأ معك فاطمة القصة ديالك والجحيم اللي عشتي فيه مع رجلك، نمشي عند السي فيصل الطهاري. بداية اليوم تنطرحوا واحد السؤال اللي هو واقعي وحاضر وواقع في بزاف ديال الأسر، بزاف ديال الديور المغربية. من بعد الزواج تيكتشفوا الازواج ولا الزوجات باللي كاين مرض نفسي داخل البيت. عاده في المجتمع ديالنا السي فيصل الطهري، كيفاش كيتم التعامل مع الزوج ولا الزوجه اللي كان عندها مرض نفسي؟ وبدايه في ظل الاحصاءات اللي تتكلم على المرضى النفسانيين في المغرب او الناس اللي سبق لهم ولا اللي غادي يعانيوا نفسانيا، تنوجدوا بان واحد النسبه مهمه تتوصل حتى ل 50%، يعني 47-48% من المغاربه اللي كيعانيوا، يعني جل الاسر المغربيه فيها هذه المعاناه، وخصوصا ملي تكون واحد من شريك رقم خطير بطبيعه الحال. وتيدل على الموضوع ديال حلقه اليوم هو انه دائما غادي يكون واحد من بين الازواج غيكون عنده واحد المشكل النفسي. هي كاين جوج ديال القراءات، ملي كتكون عندنا واحد الاستعداد نفسي للدخول في غمار واحد العلاقه زوجيه اللي فيها واحد الشريك مريض، تتكون اضرار اللي بغينا نقولوا النفسيه ديال الشريك الغير المريض اقل من اننا ندخلوا في واحد العلاقه زوجيه عاد نكتشفوا بوجود المرض. هادو جوج ديال القراءتين مختلفتين تماما، لانه الا عرفت انا شريك الحياه ديالي عنده واحد المرض نفسي وعرفتو تياخذ الادويه ومتبع ولا شنو سميه المرض ديالو، هذا تندخل وانا مستعد لهاد العلاقه هذه. من اجل شنو؟ من اجل المتابعه الصحيه، من اجل الاهتمام، من اجل العنايه، حتى انك تتولي تتفهم حتى السيكولوجيه ديالو، امتى غيتعصب، امتى ما يتعصبش، امتى غيسكت وين غالق على ذاته، اذا كيف ما قلتي تتفهمه. منين تتكون العلاقه الزوجيه داخلين فيها في اطار اننا انت تتخبي وانا تنخبي وتنخليو الايام، المرض النفسي كيتخبى في المجتمع ديالنا في غالب الاحيان، لانه الدلالات الاجتماعيه والابعاد ديال التمثلات الاجتماعيه عند المغاربه في المرض النفسي هو واحد المرض اللي مسكوت عنه، هو واحد المرض اللي احيانا ربما تتكون العلاقه الزوجيه بالنسبه للاسره الاولى اللي تتحتضن هذاك الشاب قبل ما يتزوج ولا هذيك الشابه، هي واحد الفسحه. سنوات مثلا لتزوج 30 عام، تيقول لك 30 عام وحنا تنعانيو معاه وبالمرض ديالو، اذا تهنينا منه تنعطيوه هكذاك ولا تنتهناو منها وتنعطيوها، ولكن الامر تيكون مختلف ملي تنوليو نعيشوا داخل البيت مع واحد الانسان مريض واللي ما تنفهموش بان السلوك اليومي ديالو ينبع من المرض النفسي اللي هو تيعيش. اذا هذا الشيء بالضبط اللي غادي نعرفوا التفاصيل ديالو مع القصص ديال الناس اللي معنا اليوم. السي فيصل شكرا لك. فاطمه نبدا معك القصه ديالك. تزوجتي بحال بزاف ديال تزوجتي صغير، عندك 17 عام. في الاول كان الراجل عادي ظريف ولد الناس مزيان معاك، انت مزيانه معاه، ولكن مع المده بدات كتبان لك باللي الراجل تبدل عليك، بداو تيبانوا شي سلوكات وشي حويجات انت ما موالفه. عاودي لي بالضبط شنو بدا تيبان؟ كيدخل في الشك. اها تيشك فيك؟ اييه شحال باش بدا تيشك فيك مثلا؟ واش هو الشك من الاول؟ من ديبار، من ديبار. يعني منين منين بديتو عارفه مشكاك؟ منين تزوجت به؟ ما نمشي عند عائلتي، ما نمشي للسوايعه كاينه في عائلتي ولا اختي ولدات اختي، ما نمشي ولدات اخويا، ما نمشي من ديبار. علاش كيشك فيك؟ لا علاش خداك الا كان تيشك بحال الوسواس؟ بحال الشك بحال الوسواس. اييه وسواس. صافي انا صابره داكشي، وما هو ماشي من قبيلتنا، جا با قال راه كان في الخارج، عطاني انا على 17 عام وهو عنده 36 عام ديك الساعه. انت ما عارفاش، انت ما عارفاش، ومشيت وصافي ولقيت ما كنقدرش كاع نهضر. باش واخا في الاول كان كيديني فين ما بغيت، وكان اللي كيجي كيدوز معايا شهرين في العام. علاش فين كان خدام؟ هو في فرنسا. ملي خداني قال لك هذا العام غنصاوب لك الوراق نديك.
هكذاك الشيء بعيد عليك انا ما تكرفس عليك انا ما ما فهماش قالوا لي الناس هذاك الشيء غتشرطيه معاه على سميتو فانا ما عارفاش ملي مشيت ندير العقد راه ما قدرتش كاع نهضر قدام العدول. وانت يا كنتي دريه ديال 17 عام يعني اللي جوجك هو اللي خصو اذا كانت العصا فاطمه وكان الشك الغيره الوسواس كاع هذا الشيء انت ديك الساعه قلتي هذا مريض ولا شنو قلتي في راسك؟ دابا داك الشيء في الاول راه كان غير حكام هذا غير حكام في الاول غير حكام ولكن مؤخرا ولا مريض مؤخرا ولا مرض؟ ولا مريض داك الشيء دابا مريض داك الشيء كثر كثر كيجي عندك مره في العام اللي كيجي كيدوز معايا شهرين في العام 15 شهر و15 يوم وهذاك الشهر اللي تيكون الراجل غايب في عضو ما زعما يجي مراته موحشها ويتهلا فيها هو تما تيجي ينتقم منك علاش كيسمع شي حاجه من الناس ولا شنو؟ لا كاين شي داك الشيء طبيعه فيهم كاملين لا هو لا خو داك الشيء سلالة عندهم اصلا هكاك خوه الصغير لا ما فيهش داك الشيء اذا هكذا تيتعاملوا خوته مع عيالته خوه الكبير تعامل اللي شتا انا تعامل مع المراه بحال هذا الشكل دابا اربع سنين هذه كيدير الدواء داوها للطبيب النفساني ولا سكت هو ما بغاش يمشي للطبيب اذا انت قلتي ولا كيهددني ولا دابا باش غنخرج خرجت ولا كيهدد واحد النهار كيمشي كيجيب المقده ديال اللحم قال لك هذه غنفصلك بها المهم داك الشيء عندك ولد معاه؟ عندي بنت راه عندها 35 عام راه والده ولدها عايشه حتى هي عاشت معاك هذه المعاناه؟ لا هذه القهره وتمن عاشتها هي راه معصبه ومريضه معلوم انت ما قلتيش شي نهار بلي هذا عنده مرض نفسي؟ ولا قلتي؟ قلت لك لا انت اللي مريضه كتقولي لي انت مريض يلاه تمشي للطبيب النهار ملي مشيت في شهر 10 2014 اللي خرجت من الدار ومشيت عند اختي وجا قال له هاد هذه المراه حمقاء قال له شتي دابا قال لي انت اللي حمقاء وداك الشيء غادي وتيزيد وتيتطور وتيكثر انا دابا باش دايره مشيت درت الشكايه كتمشي الشكايه كندفعها للوكيل كتخزن انتم على هذا التهديد واخا فاطمه مازال زين حتى انت هي بحال فاطمه وبحال بزاف ديال العيالات وبزاف الرجال والعلاقات الزوجيه في المجتمع ديالنا اللي كتبدا في الاول زوينه وكتبدا البدايات انت مزيانه هو مزيان ولكن غير شي شويه كيبداو يبانوا الديفويات لا في الراجل ولا في المراه انت خديتي راجل متدين وعند بالك صافي هذا الراجل اللي غيحافظ عليك وهذا اللي غتكملي حياتك ولكن ماشي ما لقيتيش في الظن ديالك لا ما لقيت والو اش لقيتي دابا انا اول مره بصراحه انا اللي بغيت نلتزم راسي ودير الحجاب على انني ناخذ راجل ملتزم لا الاختيار ديالك لا مثلا سالت ليه هو يكرمني زعما يتقي فيا في وجه الله ساعه لقيت العكس انني اول مره بعدا فين جا خداني تشوفي تقولي هذا هو الراجل ملتزم بلحيتو بالقميص ديالو بالكلام ديالو صافي انا تغريت بقوت انني دغيا درنا العرس درنا ضريبة الصداق درنا كل شيء دغيا وفين مشيت للدار عنده عروسه ورحت لقيت حاجه اخرى اول حاجه بعدا مو جات تقال له وانت عروسه بديتي كتكتشفي اكتشفت ان خواتاتو داك الشيء مطرفين ما تيهضر لا مع خواتاتو لا مع خوتو علاش مالهم مقاطع معاهم وهو قال لي كلام خر هو قال لي انهم هما متبرجات ودي علاش انا ما ممكنليش انا نتصاحب مع ذاك النوع بغاو يتحجبوا واخا ساعه اكتشفت انه ماشي ذاك الشيء وانه السبب هو انه فيه المشكل هو انه خايب وقبيح ومعاملته خايبه ما كاين بصراحه اكفس المعامله صافي وليت قلت تحاورت مع اختو قلت ليها علاش انتم شنو اساس ذاك الشيء مشكل ما بغيتش نقول لها راه راجلي قال لي راه انتم علاش هكا هي تقول لي هذاك راه 14 عام ما كنشاركوا معاه كاع الماكله معزول بوحدو قالت لي بوحدو السكنه ديالو انت ما سولتيش نهار الاول انا بصراحه اي حيت انا شفت علاش كنقولوا في ثقافتنا في مجتمعنا راه ماشي المراه كتزوج بالراجل راه العائله ديال المراه مع العائله تتعارفوا شي تيمشي عند شي وكتطول شويه العشره علاش ربي دار الخطوبه وانتم متدينين خطوبه ماشي دقه بطله وحنا قلنا زعما هو متدين وهذه ما يمكنش يخرج فيه هذاك العجب العجب اذا خرج العجب صافي ولا السيد فيه الوسواس ولا بعد انا فين نخرج عيني ما تيبانوش يدي فيهم الكحل كلشي لابسه الكحل في الدار داير لي الخاميات في الزرق باش ما يبانش شنو كاين الداخل ما تطليش ما تسلمي على حد فين بغيت تخرجين نديك انا ونجيبك انا ما كاينش هذا شك هذا الوسواس شنو هو شك وسواس شنو المرض ما فهمش هذا الشيء هو مخلط مرض ما يمكنش يكون شي واحد طبيعي يكون كيدير هذاك الشيء كاع هو مرضك اصلا هي ملازمه الحجاب وباقي
انت اصلا كتخرجي بالخمار؟ انا اصلا داير النقاب وبخمار وكل شيء واسع وباقي كيشوف جنابك واش كره شي يفصل شي شي حاجه غريبه من ما فهمتش يحفر ويخشيك تما سد عليك في القرعه ولا شي وراه منعني على العراس هاس على شي حاجه الا كانت شي وليمه مثلا ولا شي حاجه اسبوع ولا حاجه ما نمشيش واخا العيالات واخا العيالات هادشي كله ممكن يكون مشاكل عاديه ممكن تجري وانت وياه ولكن المرض النفسي امتى قلتي هذا الراجل راه مريض في نفسه هذا راه نفسيا راه مسطي راه شي حاجه هذا عنده انه مثلا فين كيجيب لي الماكله مثلا يجيب لي السكر ولا اتاي تيكتب لي فوقه جابو النهار اللي جابو غير معاك الورقه والستيلو الورقه والستيلو مثلا جبت لك مطيشه جبت لك الفلفله جبت لك هذه كيكتب فوقه جابو هذوك ما خصهمش يتكالوا من النهار الاول كيتحسن معك ولا حتى شويه لا حتى وليت انا مثلا فين دخلت مع اختي وقلت ليها مالكم وهذه وخصكم زعما انتم الخوت والاخوه داك الشيء حتى قالت لي راه شنو المشاكل فيه هو وفين قلت لي علاش واش بصح عاد ولا السم كيتسم علاش قال لك نبشتي وهذه ولا تسمم ولا ما فهمتش كاع الراجل خدام عنده صحابو هو في الاول كان كيخدم كيبيع ويشري صافي من بعد فين تزوجني ولا جا حدا دارهم ولا تيبيع ويشري شويه خطوه يجي عندي باش يقابلني يشوفني كل شويه تيدق عليا دابا شطنتيه دابا ولا فيه الوسواس دي شويه قال لك انا مالي على حالتي الكروسه كيجريو علينا تندير انا نجلس في الدار تيسهل لها وجلس لي في الدار يجلس يقابلك يجلس يقابلني الا تهرست شي حاجه هرستي هذيك الخطيه ما في زعما انه يبرر بامه ما كاينش البر لا والو ما كاينش البر بالام والو تام وكل شيء تام زيدها في الدرسه خواتاته خلاص كل شيء كيخلط كل شيء تيخلط تدعاوا البوليس مدعاته وداخذوا التزام باش ما يبقاش درتو معاه المخزن ولكن علاش ما درتوش معاه حل علاجي درناه قلت لي سير الطبيب تعالج وهادي وداك الشيء تقول لك انا حمق واش تحمقوني وانتم باغي تمرضوني اذا ما عمر المريض ما تيقول انا مريض ما عمروش واخا زين بغا نمشي نشوف واحد التجربه خاصه ديال امينه انت باقا ما مجوجاش مازال ما مشروع زوجها ان شاء الله مشروع ام ولكن انت شي كتعاودوا عليها العيالات انت عشتي مع اب وام تقريبا عاشوا نفس هذا الجحيم هذا وكثر عاد وكفس كاع ماشي تا كثر وكفس انا ملي تخلقت ما عمرني شفت شي حاجه زوينه في حياتي الام هي اللي كانت تخدم علينا وتتمحن علينا فهمت هي اللي كان عليها كل شيء ما تتخلي تخدم في المقاهي في الفنادق ما تتخلي ما تتخدم علينا الاب انا ملي حليت عيني تيعامنا بقسوه بالقهره بالجوع فهمت ما عمرني ما حلمت شنو هي الابوه خويا تشرب عايش معكم في نفس الدار نفس الدار وكانت ماما بهاد القهرة تتهرب وتخلينا ويجيب البنات القهرة شنو هي زعما واش العصا تيضربنا ولا الجوع وتيكوينا وخلينا بالجوع كوي ويجوع خويا كبير تشرد على قبل كان تيعلقو تيجيب الفساد قدامنا عرفتي تيصيفطنا كيجيب العيالات للدار تشرد 10 سنين حتى قدامكم تتشوفوا هادشي قدامنا ومسكين خرج الام باقا حيه خرج ودابا راه عنده 23 ولا 22 من 10 سنين حتى دابا ودابا مسكين تا هو مكرفص وما عرفناش فين كاين وعندي اخ صغير ضاع من القرايه عافاك علاش كيجوا بحال دابا نقولوا الراجل بينه وبين المراه شي مشكل بيناتهم تيداكوا هي وراجلها انت علاش غادي تكواي علاش غتجوعي علاش غيعلق خوك علاش شنو المشكل بالضبط هو مريض بحال مرض نفسي ماشي انا اول عنده بنت اخرى فهمتي ماشي من الام ديالي بنت لها حاملين كانت في عمرها 4 سنين حتى هي ماماها مات نفس هادشي وسمح في ماماها وما دار لها لا عزا لا والو ولا حربا وعين الناس وزوجوها وصلوها مرتبه زوينه نفس وعاوتاني هو حياته تيتزوج وطلق ويعذب شنو هذا غير ديك يعذب اللي سويه صعيبه ما جوج وطلق دبر راسو ولكن تيعذبكم لا هاد الاب ما عمرني شفت شي حاجه زوينه منه منين تخلقت ما عمرني ما قال لي بنتي ولا حسني ولا شرالي ديما الضرب تيجيب البنات ولا ما بغيتش ندير شي حاجه خايبه كيتحشش كيتقرقب كيسكر شي حاجه تيسكر وتيكمي ولكن تيجيب البنات قدامنا ما تيحشمش منا قدام ولادو قدامنا وتياكل قدامنا وتيصيفطنا في النص اللي جيبي الكار وجيبي ما كيخاف عليا وانا بنت الله تنقرا في السادس وكتقراي كنتي هادشي كله كنتي كتقراي ايه تنقرا دابا بقات فيا قرايتي ضاعت منها بسبب حيت ما عندناش فين نسكنوا بغيت نجي مع خوتي هذا هو الهدف ديالي انا ما بغيت والو من هاد الحياه بغيت نجي مع خوتي امك ماتت حتى واحد الوقيته ماتت الام ماتت كيفاش مات امك مات الام بسبب الاب لان ام كانت مريضه بالسكر والعصب بهذا السبب العنف هادشي مشات تشوف جدي كان مريض هي مشات مسكينه في الرجوع ديالها طاحت في الكار
طحت في تونس، داوها لمدينة الأزرق، كنا عايشين تما، تخلقنا تما، داوها للسبيطار، قال لها راهم ارتفع عليها السكر بزاف. صافي مسكينة داروا لها التيويات، بقات مريضة بزاف. منين دوزات شهرين ولات شوي، جابوها لسيدي سليمان، جابها للدار بخير ولات هانية. جات جداتي، رجعت لداركم؟ رجعت لدارنا. جات جداتي، منين جات جداتي جات عند ماما نيت. المهم رجعت ماما ولات بخير، جداتي خلاتها بخير على خير، مشات رجعت بحالها جدة. صفتني نجيب له شي حاجه، جيت لقيتو تيعطيها بالعصا وهي حامله، ماتت حامله وحامله، تيعفس عليها تيعطيها شي ضرب. صافي بقيتي تنشوف، كانش واعي، تنبكي، تيعقلي على هذا المنظر. عاقله كان واعي؟ لا واعي، هذا ما واعيش، هذا اللي كيضرب مرا حمراء وتي ما عرفت واش شهر هذا، ما واعيش هذا. واخا يكون ساحرة ما واعيش، مع الله. ماشي اول ماما اللي ماتت، ماتت مرا اخرى، فهمتي؟ قتلها، خلات هي مرضات وخلاتها خلاها في السبيطار، ما دار لها لا عزاء لا والو. ماست. واخا واخا امينه، مازال نرجعوا، ارتاحي شي شويه، حيت هادشي صعيب. دقه واحده تيجي طا 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 طا، ارتاحي شي شويه. نمشي عند السي فيصل الطهاري، سمعنا القصص ديال التجربه ديال يمينه ولا زين، على رجال اللي تيضربوا، اللي تيشكوا. المراه تقول يمكن الشك، يمكن الوسواس، يمكن كذا، يمكن العنف، يمكن. واش هادي نقدروا نقول؟ وما كاينش تشخيص، انا حتى واحد ما مشى عند الطبيب، يعني ما كاينش شي طبيب اللي قال هذا راه مريض عنده ديبرسيون، ولا هذا مريض عنده وسواس قهري ولا شي حاجه، غير هما تيقولوا مع راساتهم. واش نقدروا نقولوا الان باللي هاد الناس اللي عاشوا معاهم، هاد الرجال اللي عاشوا معاهم العيالات، فعلا عندهم مرض نفسي؟ ومن خلال الحكي دابا الحالات ماشي هي امامنا، ولكن الناس اللي عاشوا معاهم وشافوا وعاشوا هاد التجربه هادي، اكيد انه البنيات النفسيه السليمه والعاديه يمكنش تكون فيها السلوكات هذه، يمكنش تكون هذه السلوكات، لان هذا ماشي حتى يعني شك عادي ولا هذا. ممكن كاع الازواج ممكن يقدر يكون كيغير مثلا غيره ولا هذا، ولكن ملي كنوصلوا لواحد المستويات معينه اللي ممتده ومبالغ فيها، تنوليو تنتسائلوا على هذا. غير هو ما يمكنش لينا نقبطوا واحد العامل واحد وعليه نبنيو هذا الانسان، واش هو سليم او لا عادي او لا غير عادي او لا يعاني من مرض نفسي. ولكن في الكلام ديالهم جا التراكم ديال مجموعه من العوامل. غير هو تنعرفوا بانه واحد النقطه مهمه في الحالات هذو هو انه دائما، خصوصا تبانت لي بانه اغلب الاعراض تميل الى الدهان اكثر من العصب، فبالتالي دائما تيكون تقبل المرض منعدم. يعني ما ننتظروش منه غنقولوا يلا الطبيب، غادي يمشي للطبيب ولا غادي نقولوا له راه انت مريض، وغادي يقول لك اه انا مريض. في ظل التمثلات الاجتماعيه اللي تتميل الى القدح اكثر ما هي يعني ممكن تقول له فيك السرطان يتقبلها، ولكن تقول له انت مريض نفسي ما يقبلهاش. في ظل واحد الضبابيه، الناس ما تعرفوش شنو هو المرض النفسي، شنو هما الانواع ديالو، المرض العقلي، شنو الفرق ما بين المرض العقلي والمرض النفسي، فتتولي هذه الصوره اللي ما واضحاش، تخلي الناس ترفضوا من انه يتوجه لعند الطبيب ولا يمشي يتعالج. ولكن في نهايه المطاف هذا النوع السلوكات وهذه المؤشرات كلها ممكن تحيلنا على شنو تدل على ان هناك، يعني خصو يضرب الفقد اذا كانوا عنده هذه المؤشرات في حتى لو لم نصل الى مرحله المرض، هو كاين لا توازن نفسي. هذا مكان. شكرا لك سي فيصل الطهاري. مشاهدينا توقفوا لحظات مع فاصل اعلاني ونرجعوا نكملوا قصه الناس. فاطمة نكمل معاك القصة ديالك، إذا خليناها قبيلة الشك الوسواس مصايب ديال الدنيا كلها مجموعة، علاش ما مشيتيش في حالك؟ علاش ما قطعتيش هذه العلاقة نهائيا؟ ما عمر كنحلم، أنا ما عمر كنحلم نمشي بحالي، ما عمر كنمشي ندخل معاه المخزن. إيوا ما كنت كاينة في الدار وما كتحلميش، كتحلمي بالقتيلة. حتى والديا كيجيو ما كنبين لهمش بأن هو راني مقهورة. شنو صابرة ولا كيفاش؟ ما فهمتش. كتعرفي شنو زعما كان؟ لا هذاك الشيء بحال إلا كانت هذاك الشيء عندهم هذاك الشيء ديال التعويد. اذا وليتي تترجع للتعويد هكذاك، اذا انت ما قدرتش تبدلي الواقع ديالك، اذا كاين الشعوذه ساحري لك باش تبقاي باش تبقاي قابله عليه هكاك. ايوا صافي. فاش غنولي شوي نفيق في 93، شحال دوزتي باش فقتي؟ من 75 حتى 93، اي شي 20 عام ولا اكثر. عاد فقتي 22 يمكن ولا 23. وكان شي جيران ديالنا تما، انا سميتها واحد البنت عندها 15 عام، تلاقى معاها. شنو هي 15 عام؟ البنت هو عنده 54 عام. ويلي كي دار لها؟ ولكن من والديها، باها وما الفلوس، باها وما قال لها غادي لينا البنت للخارج. قول غير جواج ديال الخارج. المهم غير هو يلا يلا حتى شدوه صافي خرج عقله. هو خرج عقله، زاد خرج دوز معاها من 93 94 95.
نوض واحد الليله دخل عليا وجا منهم ما نعرفاش داك الشيء، هو ضربني ضربني العين، دخل لي الضفر في العين. كاين شي سبب؟ لا دابا جا هو داير بحال الحاله ديالو، جا عليه ديك العجاجه بحال العجاجه نيك هكاك بحال العجاجه، هو مع المراه الاخرى كان بخير وناشط ومزيان، ماشي ما مجوش بها غير كتمشي معاها ما دار معهاش القانون هكاك. لا ايوا فين كاع سميتو وضربني العين، مشينا للطبيب نهار ضربني بليله الخميس صباحات الجمعه، مشينا للجود للطبيب قال لي اش هاد الضربه؟ قال له غير قصتها، قال له ما يمكنش هذه راه ضربه صحيحه، هذه راه العوينه هذه. عطاك شهاده طبيه مشيتي للمخزن؟ ما مشيتش. علاش؟ انا جيت لك الهضره، ما مشيتش للمخزن، ملي سمعت الطبيب زير عليه هكاك قال له هذه راه عرفتي الا مشات للمحكمه هذه هذه هذه. معلوم؟ وشنو؟ صبحات الجمعه داني للطبيب، السبت نوض في الفجر هز الصاك مشى لفرنسا. هرب. رجعت انا قال لي رجعي عندي غدا السبت، رجعت انا بوحدي للطبيب دوز لي واحد لاباري قال لي الشبكه ديالك مقطعه دابا ما تهزيش حتى الكاس لا ما تهزيش وما تنعسيش على الوساده حتى الاثنين، عمر لي البرا صيفطني للرباط. اذا هذا هو النتيجه ديال الصبر. هذه هي النتيجه. صيفطني لهذا الدكتور كاين هنا في الرباط جا معايا، جبت معايا خويا دار لي خيط لي العين، مشيت درت النظر، المهم داك يصيفط في التليفونات وصيفط. اش كيحزر ولا شنو؟ خايف دابا ملي دار فيه الطبيب هكاك قال لي شوفي عمر لي الشهاده الطبيه. قال لي اذا فاش ولا تيحزرتي فاش مشى لفرنسا ولا كيحزرك تيدير لك بخاطرك مابقاش كيما كان ولا صافي ولا هو خايف ملي تيساوي معاك. دار معاه الطبيب هكاك. واخا نرجعوا لعطيك السر الموضوع ديالنا، هو دابا اكتشفتي وعارفه 20 عام 30 عام 40 عام ان الراجل مريض، ما طلقتيش منه؟ لا باقا معاه لدابا. دابا لدابا ولكن من شهر 10 خارجه الدار، خرجني من الدار بلا ماكله بلا شرب بلا غير اختي. خرجك؟ خرجني. داك الشيء اللي كنتي غتخرجي عندي 20 عام خرجتي دابا؟ ما خرجت. كنتي غتخرجي عندي 20 عام دابا خرجتي عندك 56 عام؟ لا انا صابره على بنتي، ما بغيتش نديها البنت مفشه وداك الشيء، عندي بنت وحده ما بغيتش نمشي ندور بها. ما كانش هي بحال امينه كيتكرفس عليها تيضربها كيعذبها؟ لا ديك الساعه لا 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 كيتكرفس عليها انا ما نكذبش. نعم. واخا فاطمه تنشكرك بزاف بالضبط هذا الشيء اللي عاودتي لي، انا بغيت نسول عليه السي فيصل الطهاري، واش نقدروا نقولوا مثلا هذا المرض النفسي كاين اللي كيكون قبل يعني وراثي ولا مريض به من قبل وما قالوش للزوجه، وكاين اللي كيجي من المرض من المشاكل في الدار يعني بسببها هي مرض هو؟ انا غنبدا منين كملتي هذه الحاله اللي كتكلمي عليها ديال انه واحد الانسان اللي يعني المشاكل ولا المعيش النفسي داك لو فيكو بسيكولوجيك اللي كيعيشوه هو اللي كان السبب الرئيسي ولا داك العامل المسبب لظهور هذا المرض النفسي، هادو تيكونوا تيتميزوا باش تيكون تيتميز بان واحد الفتره يعني مثلا المراه تتزوج مثلا في 75 تتقول لك من 75 حتى ل 95 السيد كان احسن راجل. في 95 وقع كذا مثلا دار فايت ماتت مو دار كسيده هذا تما كان لو شونجمون. هنا تنقولوا بانه بالفعل كان يعني كان واحد الانسان اللي مستقر نفسيا ومن بعد جا واحد العامل مسبب وبين لنا هذا المرض النفسي، غير هو في كلا الحالتين سوى هذا سوى هذاك اللي من الاول من 75 هو هكذاك، وما بجوج كاين القابليه النفسيه ديال ديك البنيه النفسيه ديالو انه غادي يكون في واحد المرحله من المراحل مريض نفسي، غير هو في المرض النفسي اللي خص الناس يفهموه هو انه يتطور. يعني اليوم نقدر نبدا بواحد لي كومبورتمون اللي كيبانوا سوا ديزون في المجتمع ولا في البيئه اللي تنتميو ليها عادي، ولكن مع مرور الوقت ومني ما تتعالش الامور ومني كتستمر هذاك الرفض ديال هذاك الانسان المريض بهذا تتطور الحاله تتوصل لهذه المساله. دابا نقدروا نمشيو لابعد من هذا، يعني الانسان ملي تيوصل حنا ربما من اصعب الاشياء اللي عندنا في علم النفس واللي كنخافوا منها كمختصين مع المرضى بشكل يومي هو داك لو باساج لاكت، هو تطبيق الفكره الى فعل. نعم. هذه اخطر حاجه لانه الانسان اللي كيكون كيعاني نفسيا ملي تيبقى يهدك ويقول لك مثلا ها هي حجره غنضربك بهذه الحجره غنضربك بهذه الحجره، راه في اي لحظه من اللحظات يقدر يهزها يضربك. يعني ما تقولش راه غير بحال هي كتقول لك انا ما تيضحكش تقول له يا رانا ما تنخافش منك، يعني ما كاينش هنا خاصك تخافي هنا في كثير من الاحيان تنستدعي وحتى حتى ذاك لونتوراج فاميليال ولا ديك الاسره اللي كيعيش فيها ذاك الانسان تنستدعيوهم من اجل اننا نفهموهم طبيعه المرض، ذاك الشيء علاش كاين واحد العلاج اللي سميتو النسقي العائلي لو سيستيميك فاميليال اللي كيتبنى على هذا المبدا، هو اننا ما تنمشيوش غير لهذاك المريض وغنخدموا معاه بوحدو، لا راه خاص هذوك الناس اللي حداه خاصهم يديروا واحد الاحتياطات معينه. ولكن تيبقى شي الوعي للعائله بحال واش فاطمه واعيه بهذا الشيء، هي ردت وش عواده تمام. دابا عرفتي علاش قلت انا هذا؟ عرفتي علاش قلت
انت هذه المساله قلتها من باب انه ما عمرك ما تنتظري ان المريض يقتنع، خاصنا نقتنعوا بعدا حنا كعائله ونديروا بالقوه. نعم هذا الشيء اللي كاين. واخا نمشيو عند زينب، اذا نهضروا على دوك السلوكات اللي جاتك انت غريبه، انت هادشي ما عشتيش فيه في داركم. الراجل يجي باتاي ويكتب امتى جا وامتى خصو يتقاد، هادشي ما كانش في داركم. حنا الحمد لله مولي رباتنا وضربات التمر وما عندناش هادشي. جاك غريب هادشي. كلشي الحريه وهذه، وجيت انا قلت زعما الراجل زعما يكون وفر حسن، صح لقيت انا هادشي عجب. وراه عرفتي لما فين كندير المندوب واش كيبقى يحسب لي هذيك البوطه شحال شاعله. وشحال غندوش وشحال هذه. انت ما عندك كبده علي وكتخسري ولقاك باللي ماشي شغلك فيه، زعما حيت انت ما كتخدميش فيها، حيت كاين هاد العيالات مبدرات كاينين. لا واخا بالعكس، انا كيديروا السم للراجل يقليو بالزيوتات ويكفحوا، كاين هاد النوع العيال كيصرفوا، فهمتي؟ لا لا والله لا، بالعكس انا اصلا في داك الاقتصاد ما يمكنش انا نخلي الما كيدير هو اللعب، وكيشوف كيبقى يسمع هذيك البوطه كدير كيبقى يضرب ليها في راسه، كيقول غير فوقاش نطفيها، كيحسبك شحال الما باش تعوم وشحال مره عمتي شحال مره عمتي وشحال هذه وشحال هذه وكلشي بالحساب. وهادشي شنو نسميو حنا؟ مريض ولا تيقتصد ولا مسكين ما عندوش الفلوس راه ما خدامش ولا شنو؟ لا لا، هو الدراع والمرض اللي في راسه هو اللي ما خلاش. المرض اللي في راسه، اللي في راسه. واخا وحيت راجلك عنده المرض اللي في راسه، وحيت راجلك نهار الاول قبلتي به وعجبك وبغيتي. لا انا ما قبلتش به، انا ما قالش لي سولتي على راسك. وراه حيت انا شفت في العلاقه الزوجيه، شفت انا في الاول قلت راه ما يمكنش شي واحد يكون هكا، شي واحد ملتزم هذا ما يمكنش. علاش ماله ملتزم ما يمرضش؟ ماشي قلت زعما انت ما تمرضيش، انت دايره الخمار، ما هذا ما تيعنيش انك تمرضي. ولكن زعما بحالي انا دابا مثلا فين جات امو عندنا اول مره قالت لك مزيان والله عمرها دار ويتيم، وقالت لك احسن زعما وصل في وقتها وهادي ومرضي مزيان. ساعه فين مشيت للدار هي كانت سخط عليا، قالت لك انا جبتك باش تلهى بك هكا باش انا نرتاح. وقال لي هات اذا هذه خديتها شهاده اعتراف ديالها للولد راه ماشي وادك. وتا هو قال ليها وتا انا عطيتك 10000 ريال باش انتي مشيتي خطبتي، بقى هو وياك يدازو. قلت لهم دابا انت عاد اكتشفتي بلي كنتي بيعه وشريه. بيعه وشريه. قلت ليها هي دابا انت عطاك فلوس باش جيتي وانت باش تهنى، ودابا انا درتيني الوسط. وتا انا قلت ليها بصراحه ما نسمحش لك، لانك دابا ضيعتيني، خداني باقا في المدرسه وهذه ضيعتي لي دابا انا، اللي دابا انا غارقه مع بالبنيته ديالي وما دارها لي لا في الحمدانيه لا حتى شي حاجه، وبنتي دابا عندها 3 سنين. ايوا تيعرف الله وتيعرف بنته. قلت له ديرها لي في الحمدانيه، تيقول لك هذيك الحمدانيه هي اللي ما تكونش. علاش؟ اش كيختار له بالك؟ تيقول لك لا درت لك الحمدانيه تمشي تدعيني وتبقاي تاخذي النفقه. يعني ماشي تيشك في البنت ولا النسب ديال البنت؟ لا ماشي النسب، غير تمشي الفلوس والمخزن غتربحي غتربحي على ظهري وغتاخذي الفلوس. ما فهمتش داك الشيء. واخا انت قدام ماشي شنو درتي؟ باقا انا بصراحه ساليتي؟ لا انا عييت صافي، وليت كنطيح بالاعصاب، حتى ولاد والديا كيداوني للسبيطار وكيدقوا لي ديك الابره باش عاد تنتوقع صافي. قلت داك الشيء السم والكذوب والتنافق، تيحط عليك الباطل وكيمشي عند الناس يقول لهم فاعله تاركه لقيتها دايره لقيتها هذه كاع. الكذوب اللي ما عمرني سمعتهم كيدير، وكيشري سلوكه ويمشي مثلا عند خوالي ويقول لهم راه زينب راه دايره راه فاعله شي تناميز صافي. واخا جاتي انت هادشي كله هذا ما جوج ما حتى حاجه، هذا صافي. وواحد المره صافي نطلي، قلت ليه ندمت انا نهار الاول تشتبوا الحياه وانت ما كاين لا دين لا اخوان لا والو. قلت له شوهتو صوره الاسلام بهذا الفعل ديالك صافي. وشدني بقى كيضربني وضربني هنا في الحمي وزرقي، وضرب بنتي في النيفه حتى هي مسكينه. بقات كتقول لي كتخاف منه، بعدا كتشوفه كتخاف منه كتخاف منه صافي. وهزيت بنتي ومشيت لدارنا، لدارنا من تماك دابا راه عام هذه وانا في دارنا. ما كيصير غضبانه ومطلقه شنو؟ ما غضبانه ما مطلقه لا والو. هو قال لك انا ما نطلقكش، قال لك اللي في طولك جريه، قال لك لا الحمدانيه نديرها لبنتك، وبقاي تما هكاك معلقه. ودابا انا جالسه عند والديا مسكينه الوالده الله يخليها لي، هي اللي كتقابلها لي وهذه. لا خرجت مثلا معنا كنخيط، لا خرجت كنخيط مثلا هنا، كيبدا يتلاقى ليا في الطريق عاوتاني في الشارعات في الزناقي. حيت ماشي حل انك تغضبي في داركم عام، الحل هو انني اما تنتفاهم. مشيت انا دعيته على انه الضرب، ذاك الضرب بعد اللي ضربني وفي جيت عند والده دعيته وما داروا معاه حتى شي حل. ومشيت عاوتاني دعيته في النفقه، النفقه، وقالوا لي ما يمكنش ديري النفقه حتى ديري معلوم الحمدانية البنت يقدر يهزك ويحطك لك واش بغيتي كاع. ودرت كل شيء، دابا باقي الان انا ما لقيتش شي حل، حيت لا رجعت معاه شي نهار ضروري غيوقع شي حاجه يدير فيا شي مصيبه صراحة. حيت هو ماشي طبيعي، راه كيبقى ماشي طبيعي ولا مشكل، كيحيد حوايجه وتيبدا يهز في الماعن، وما كل انا ما كنتخبى في الحاشا في الطواليت اللي كنتخبى.
وتيبدا يدق عليا خرجي الف عليا تارك الكلام اللي ما تيقولهم ليا. واخا زينب. طيب خدامه سي فيصل، شنو تصبر ورا صبرات تشبعات، دابا الحل اللي لقات هو تهرب وتغضب. هذا الاقتراح انا اللي اقترحت معك، واش هو كاين ولا ما كاينش؟ يعني كاينين في السبيطارات ديالنا ديال المخزن كاين اخصائي نفسي، زعما واش ممكن المراه تمشي تسول على راسها واش هذا الشيء مرض، واش هو غير بساله والراجل سخن عليها الراس، باش حتى هي تعرف، باش حتى تلقات تعرف راسها على اش من اساس كتبني الطلاق ديالها. ما عرفتش الى اي حد هذا الاقتراح. شوف، هي هذه الامور اللي تتكلم عليها بدايه هي تميل الى اعراض مرضيه. هذا انسان اللي زعما بعيد عن السلوك الطبيعي ديال الانسان، واخا يكون شحيح ولا بخيل ولا هذا، ما غيوصلش لهذه المستويات من التعامل مع واحد المراه. وهذا فضل واحد الانسان اللي كيعاني من واحد المرض نفسي، وباعتراف من 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 اسرته، يعني خواتاته اللي قالوا هذه 14 سنه وهو مديرنا وهذا، بدايه ما خصناش نحاولوا نجرموا الانسان المريض النفسي. اللي مريض نفسي راه ليس بالمجرم، حتى تلك السلوكات العنيفه اللي تتصدر منه تتصدر في اطار المرض، ولكن هنا باش ما يبقاش اي واحد يلعب بهذه المساله، يعني اللي دار شي جريمه ولا اللي ضرب مرته ولا اللي هرسها، لا راه مريض نفسي. لا، ما سنعطيوش هذه الامكانيه. اذا نفرقوا ما بين الناس اللي عانيين طبيعه الحال من خلال الحكي ديال المظلومه اللي هي الزوجه، تقول لك ان هذه الاعراض وهذه الامور وهكذا كيفاش عشت معها، هذه امور تدل على ان الانسان كان يعاني ولا زال يعاني من واحد المرض نفسي. فاستمرار علاقه زوجيه ديال هذا الانسان مع هذا الانسان وهو غير مقبل على العلاج وما تيتعالجش وما تيداوش، هذا راه خطر ليها ولبنتها. يعني تبقوه القانون راه يفرق بيناتهم، على الاقل يقول لها سيري جلسي، يقدر يدير فيك شي حاجه. يعني الانسان خصو يمشي يتعالج، خصو يمشي يداوى، وخصو يمشي يشوف الامور من الناحيه العلميه. بدايه انها تمشي تستشار ولا هذا، تتبقى في ظل الاستشاره، لان المعني بالامر هو، يعني دابا اي طبيب ولا اي مختص، حنا دائما لا ما كانتش الحاله قدامك ما يمكنش لك تشخص وما يمكنش لك تتكلم، لانه تيبقى مجرد كلام وصافي. خص تجي الحاله المرضيه، يجي لعندك وتجلس معاه وتتعرف فين كاين المشكل، وحتى الا ما كانش مقتنع بالعلاج والادويه، دور الطبيب انه يقنعه. يعني ممكن حنا دائما كنقول للمرضى ماشي بالضروره تقول له يلا نديك تاخذ الدواء وتعالج، ولا راك انت حمق، ولا راك انت مسطي. هذا الخطاب لا يجدي نفعا مع الناس اللي كيعانيوا من مرضى نفسيين. وحنا دائما كنقولوا هنا، خصوصا النساء ولا حتى الرجال اللي كيكون عندهم الزوجات تيعانيوا، تنقولوا دائما دخلوا في اطار واحد العلاج ديال الكوبل. حنا غنمشيو بجوج نتعالجوا، قلت لك حنا بجوج مرض وبجوجنا محتاجين للطبيب، تنمشي وتتقبلها. لدرجه ممكن يقول لك ويلا حيت انت مريضه انا نمشي معك، انت اللي مريضه وهذا. ممكن نوصلوا لواحد الحل، لان كيف قلت لك الخطير في الامر هو ملي كيوصل لتلك الافكار اللي كدور ليه في راسه، وهذا تصل الى مرحله تطبيق، ويقدر يعنف ويقدر يضرب ويقدر يقتل. نعم. طيب شكرا لك السي فيصل امينه، نكمل معك القصه ديالك. مات ماماك الله يرحمها مسكينه ويوسي عليها، تشردتي انت وخوك ودخلتوا للخيريات. زعما الميساج اللي بغينا ندوزو اليوم في قصه الناس من خلالك انت، لحقاش نورمالمون اليوم تنهضروا على عيالات اللي مجوجين ولا رجال اللي مجوجين، انت ما مجوجاش، ولكن انت مشروع ديال بنت مدمره نفسيا، انت مريضه. شنو واش مشيتي شي طبيب شي اخصائي؟ لا، كانوا جابوا لي طبيبه نفسيه. دزت في الصدمه ديال الموت ديال امك. وتنخاف غير بوحدي بالخوف ديال العصا والقهر، تنتفتف في الهضره، ما تنعرف، تنخاف. ما عارفاش نعيش في الدنيا، ما عارفاش، حيت كنت في الخيريه. ما كتاخذيش شي دواء؟ ما كتاخذي والو؟ لا، ما كانوا تيجيبوا لي طبيبه نفسانيه تما، عاد وليت شويه شهرين و10 ايام وانا مريضه. بسبب لحقاش اني ما عرفتش اني والله تلفت والله. دابا حاليا فين كنتي؟ فين تتعيشي؟ يعني من تتسكني؟ منين تقتلت ماما قدامي ضربها؟ تقتلات ولا ماتت ولا؟ لا، فاش عفست عليها هرس لها الضلعه دخلت في الكبده، بقات تتقي الدم، تنشوف ماما تتقي الدم، انا صغيره ما قال لي الا غوتها غنزيدك عليها. المهم صافي تنشوف ماما تنقول صافي غتمشي لي ماما غنضيعو، فعلا راني ضعت، ما لقيتش اللي يرحمني، ما لقيتش، فهمتي؟ ما بغيتش. فينك دابا انت؟ فين كاينه دابا انت؟ جلست عند واحد الناس. وهاد الناس كيجيو؟ وهاد الناس لا ما تيجوني ما والو. هاد الناس حيت ماما فاش كتنعس في الطبيب، المهم انا غادي نكمل لك. فاش ضربها قتلها الغد لي بغيت نخرج، كان مسقط الباب، بغيت نعيط لشي وحده في الجاره، تعيط لجداتي ولا شي حاجه. كان مسقط الباب حتى الغد لي، قال لي سير جيبي لي الكارو. فرحت مشيت عند واحد المراه، مش فرحت ملي قال لي سير جيب. تطلقتي من الحبس؟ ايه.
حتى لواحد المراه قلت لها شنو شنو ماما ما تتكلمش صافي قطعات الوعي ما تتكلمش صافي يعني انا عارفه راسي غنضيع عندي الا مشات للام ديالي غنضيع وهي مشات وانت ضعتي وانا ضعت فعلا شوف ضعت مقريتي عفاك امينه بزاف الحاجات ضعتي انت ضعتي من غير القرايه ومن غير الخدمه ومن غير هادشي ضعتي من الداخل تهرس فيك كلشي لداخل كلشي من دابا انتيا خليت عيني في الدنيا انت نهار يجيب الله شي ولد الناس وتبغي تجوجي به غتعاودي ليه هاد الجحيم هاد الفيلم السينمائي اللي عشتي غتعاوديه لي ولا غتخبيه عليه غتقولي ليه انا راه امي شفتها قدام عيني كتقتل غتقولي ليه انا با كان تيكويني وكان تيجوعني وكان تيجيب العيالات للدار وكنشوفوهم بعينينا غتقولي ليه باللي انا كان تيدير تيفعل غتقولي هاد الشيء ولا غتمحي هاد الماضي وتبداي معاه انا الصراحه انا باغي ندير مستقبلي فهمتي انا ما تنفكر لا في الزواج انا باقي صغير عندي 18 سنه لا وباغي ما تهضرش على دابا انا كنهضر على مستقبلك من ربع سنين خمس سنين اكيد غادي تجوجي ولا ما عرفتش انا نعم هاد الفكره اللي بغيت نناقش معها سي فيصل نتناقشها معاك يعني دابا عندنا مشروع زوجه مستقبليه مضم زعما هذا الرجل اللي غادي ياخذها اصلا هي عندها واحد الحقد دفين على باها ما كتحملش باها اللي ولدها ياك ما كنحملش كاع ما كتحملش الاب اللي ولد عساك عاد غادي تبني علاقه مع راجل وتزوج وتولد ودير هادي مشروع مراه مريضه نفسيا زعما شنو خصها دير دابا هادي فني قبل ما تكون هي مشروع هي بعدا كيف ما جا في كلامك هي ثمار يعني واحد نتاج ديال هذا الحكي ديال الحاله الاولى والثانيه تيعطي الحاله الثالثه ديال بحال البنيته ديال الحاله الثانيه اللي دابا تتعيش معه وتضرب وهذا في نهايه المطاف سنوصلوا لهذا من بعد تنبداو نقولوا كيفاش ملي كتكلم تيبان لينا بانه كاينه واحد الهشاشه نفسيه ان صح التعبير ما كاينش واحد النفسيه قويه تتكلم وهذا وتنتسائلوا علاش هي راه جايه من هاد المعيش اللي عشتو هي فحتى المستقبل راه تيكون في الحقيقه لانه هي واحد الحاله نفسيه عشتها في طفولتها كامله صعب لانه الان ما عرفناش شنو المآل ديال الاب ديالها ولكن هي كبنت الان خصها تهتم براسها خصها تمشي لعند المختصين وتبدا تعالج وتحاول ترمم نفسها من الداخل كيف ما قلتي بما ان الدمار هو داخلي فخص اعاده الترميم الداخلي عاد ممكن نهضروا على اي مشروع بغض النظر على الزواج سواء خدمه ولا قرايه ولا لان هي قالت واحد الكلمه وانا اكتسبتها لان قالت استلفه انا كنهضر على الزواج علاش من غير الخدمه لان الزواج غتولد غتولد عنده علاقه بالحياه الزوجيه اللي شافتها اللي شافتها ما بين راجلها صح يعني غتظلم هذا الراجل اللي غتاخذه بطبيعه الحال ماشي غادي تظلمه ولكن حتى يعني تتبقى هي مساله اختيار ومساله يعني شنو غيقسم ليها الله ولكن ضروري من ان الانسان اللي خصها ترتبط به خصو يكون واحد الانسان اللي خصو يحتويها نفسيا اكيد خص واحد الانسان اللي يحاول ما امكن غيكون مجهود لان في كثير من الاحيان حنا كنقولوا دائما لا الازواج ولا الزوجات هذاك شريك الحياه ديالك خصك تعرف حياته وكيفاش كبر وكيفاش تربى لانه تيكون انت يا اما غادي تحاول تعوض ليه هذاك الشيء كاع اللي ضاع منه يا اما غتكمل ليه يا اما غادي تسايره فبالتالي هذا الانسان اللي غادي تقدر هي ترتبط به مستقبلا ان شاء الله خص يكون عارف هذا الشيء كامل باش يحاول ما امكن التاريخ العائلي ديالها بطبيعه الحال يعني هي ما قالتش تكره باها تكره الرجال بشكل عام واللي غتزوجوا اكيد راجل فبالتالي غادي يكون المعاناه النفسيه شكرا لك سي فيصل الطهاري دوزو مشاهدينا نستقبلوا السي مراد اللي مراته عندها مرض نفسي مصر انه يوقف معها ويعالجها نشوفوه بعد الفاصل سي مراد مرحبا بك الله يبارك فيك اليوم انت بالنسبه لنا حاله ايجابيه الا كانوا هاد العيالات كيشكاو من رجالهم نعم انت مراتك كان عندها نفس المرض عندها مرض نفسي ولكن ما جيتيش اليوم تشكي بها ولكن جيتي مصر انك توقف مع مراتك وتعالجها حتى تولي لاباس عليها بدايه قول لي المرض اللي عند مراتك شنو المشكل اللي عندها بكل صراحه انا ماشي اهل باش نقول لك مرض ولكن نتيقن بان عندها واحد المرض نفساني ايه لان بعد 24 سنه ديال الزواج ايه كنا بخير حنا بحال الناس ولقيتها في جنبي كانوا شي ظروف ما نساش خيرها لقيتها في جنبي وقعوا مشاكل لقيتها في جنبي مزيان وهادي شهادة حق ايه ايوه كل اللي جبدوا فعله ايه بصح وهذا عندكم شي وليدات ايه مزيان ولكن في من بعد 24 سنة
ديال الزواج بداو شي ملامح. يعني مثلا شباب مثلا خصوم مع افراد العائله معايا انا المهم كتخاصم. اها اذا المراه تبدلت عليك ماشي هي المراه اللي عشتي معها 24 عام تماما مزيان ماشي بالنسبه لي انا ماشي غير معايا انا مع الوسط معاك مع ولادك مع العائله مع كل شيء. واخا منين حسيتي بالمراه ديالك السي مراد بدات كتبان عليها شي ملامح ديال شي شكل طرحتي السؤال مال هاد المراه واش ما ديتيش المراه لان في البدايه قلتي انت غير مؤهل باش تقولي شنو عندها ولكن كاين الطبيب الحمد لله الطب النفسي تطور الاطباء اللي مؤهلين انهم يقولوا لك شنو المشكل واش عرضتي مراتك على شي اخصائي ولا لا انا هاد المشكل بعدا السبب ليا في مشكل انا في الاول السكري ضغط الدم الشرايين والقلب ومشيت عند الطبيب هو اللي عرف المشكل عطاني دواء تريتمون تبعو الى يومين هذا ايه وصلنا لواحد النتيجه هي كترفض كترفض العلاج كترفض العلاج اها الى واحد 2009 قلت لها فلانة نمشي انا وياك عند واحد اختصاصي تمشي عنده نمشي معاك ايه قالت لي واش انا حمقى هكا يعني كاين شي حد كيقول لها انت حمقى ياك ما كتقولها راه كتسطيتي حماقتي لا ربما اه مهم مهم الجواب ديالها ومن بعد دخلوا ملي المشكل شويه ولا شويه عاوص دخلوا شي افراد في العائله طيبين مزيان جمعونا وتراجعتوا قالوا لا شوف يا فلان هذا السيد ما داير لا بيدو لا برجلو انت اللي دايره المشكل يدير كاين شي مشكل واخا ما نهضروش عليه يقين واخا ما نهضروش لا كاين شي مشكل بينك وبينها انا ما عنديش مشكل بيني ولكن انت ما عندكش مشكل ولكن هي اكيد عندها شي حاجه في حياتها عندها شي حاجه عندها شي حاجه انا ماشي مؤهل باش تعرف شنو كاين اش عندها ولكن هي ما كملتش على المسيره معك هربات ولا غضبات ولا شدات في 2012 مشات عند امها وبقاو البنات معايا مع تعزلات بوحدها ربما الوسط ديالهم العائله وداك الشيء ضغطات على البنات جراتهم كانوا عندي في الدار دات بناتها عندها تعزلات بوحدها طريقه كيفاش دارت انت ديك الوقيته باش مشات السي مراد ما حاولتيش انك لان راك عارف المراه مريضه ما حاولتيش تبعها توقف معاها تعالجها تشاور مع الناس تدخل انا عييت عييتي انا اقسم لك بالله الغرض ديالي راه ماشي باش نهرس واحد الحياه معلوم بنيتها بواحد معلوم مده ومعايا هذيك السيده وقع مشكل غنفرط فيها كاينين الناس اقترحوا عليا شي افكار بالنسبه لي انا شيطانيه اي بالنسبه لي انا ما كانش هو الغرض ديالي انا عييت اذا انت مستعد توقف مع مراتك واخا ولات في شي شكل واخا عندها مشاكل جميع الامور انت مستعد توقف معاها ماديا ومعنويا انا جميع نعم الأمور. واخا الدعم ديال الاسره السي فيصل هو اللي كنهضروا عليه دابا الان زعما المريض اللي المرض النفسي يعني حضور الزوج ولا حضور الزوجه هو واحد من الدواء واحد من العلاج من طبيعه الحال غير هو كيكون مرفوض ملي كنكونوا داخلين في واحد العلاقه ديال المشكل واحد العلاقه متضاربه ملي كنكونوا حنا متخاصمين مع بعضياتنا ولا هذا ما يمكنش بتاتا تقدر تساعدها نفسيا ولا تقول لها غادي تمشي ولا عند طبيب نفسي وغادي تقبل لك بسهوله فبالتالي هنا واحد المعادله اللي مرفوضه حنا دائما هذا الانسان اللي غادي يدخل باش ياخذ نين تعالج وهذا خصو يكون واحد الطرف محايد من النزاع اللي نعم كاين نعم لا داعي لانه يحاول انه يقنعها باش تمشي انها تعالج ولا انا راه عندك مرض نفسي لانه انا تندخل بحال تزيد تعيرها هي تفهم بحال كتشتمها وبحال باغي ترسخ عليها بان هنا تنشوفوا الاطراف المحايده الاخرى اللي كاينه في العائله ديالها ولا في العائله ديالها الا كاين خوها ولا كاين اختها ولا كاين اي طرف اخر اللي ممكن
تصنت ليه واللي ممكن يبين ليها بانه تيق فيه ويبين ليها بانه راه الا مشينا عند الطبيب النفسي هذا راه ما تيعنيش بانه راه 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 انت اللي فيك المشكل باش ما ندخلوش في هذا الاطار ديال الناس الطيبين اللي دخلوا يصلحوا وعطاو له الحق هو. اذا فبالنسبه لي اي واحد غادي يدخل يصلح يعطيه ديما هو الحق. اذا هي فيها المشكل اذا هي كترفض هذه المساله. ملي كيكون المرض النفسي ضروري من الاحتواء العائلي وضروري من الدعم الاسري وضروري ما ناخذوه خصوصا ملي كنتكلموا على الامراض الدهانية اللي كيكون فيها الانسان يعني قواه العقليه كتبدا تهالك ويقدر يدير بزاف ديال الامور اللي غير مرتبطه بالمنطق والواقع. نعم شكرا بزاف سي فيصل طهري، شكرا لكم الحضور الكريم، فرصه طيبه هذه سي مراد الحضور ديالك في قصه الناس. امينه نشكرك بزاف على الحضور ديالك، كنتمنى الناس اللي كيشاهدونا يدخلوا في الحاله ديال امينه لانك محتاجه الاستقرار، محتاجه الامن، محتاجه الامان. نتمنوا ان شاء الله ان زاد دوزي معنا في قصته من بعد ان شاء الله في شي حلقه من الحلقات ونشوفوا التدخل ديال انت ما عندكش الاب ولكن كاين بزاف الناس ما كرهوش يكون عندهم بنيه بحال ان شاء الله ما يكون غير خير. امينه زينب تنشكرك على الحضور ديالك، فاطمه شكرا على الحضور ديالكم، شاركتونا التجربه، شكرا مشاهدينا اللي تابعتونا في هذه الحلقه من برنامجكم قصه الناس. من بعد الزواج اكتشفت بلي شريك حياتي عنده مرض نفسي، كان هذا هو موضوعنا اليوم. تلاقاو حلقه واحده اخرى حيث باقي في الناس بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.